التقى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وفد شركة تي سي اس سينمار الهندية للكيماويات، واستعرض الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الإيثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار. تعد شركة تي سي اي سينمار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة في السوق المصري بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما تعتبر من أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب ولجان النوعية المتخصصة في الملفات المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. وأكد بدوي أن الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد. خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها للنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، أرجعت ذلك إلى بيانات أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام وتراجع توقعات لاقتصاد الصين. قلصت المنطقة توقعاتها للعام القادم وتوقعت في تقرير لها على أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في العام الجاري، انخفاضا من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 2.25 مليون برميل يوميا. أطلقت الصين أكبر طائراتها المسيرة للشحن حتى الآن والمصممة للاستخدام المدني. وفقاً لمصادر صينية فإن الطائرة ذات المحركين انطلقت بحمولة يبلغ وزنها 2 طن في رحلة مدتها 20 دقيقة في إقليم تشوان جنوب غرب الصين. وتختبر شركات تصنيع الطائرات المسيرة المدنية في الصين حمولات أكبر، مع توقع لسلطات تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة القطاع نحو 279 مليار دولار بحلول عام 2030، ليصل إلى 4 أمثال القيمة التي كان عليها في العام الماضي.